مساء الخير عليكم. حلقة جديدة وهنا ماسبيرو، فقرة إخبارية بنستعرض أهم الأحداث اللي حصلت النهاردة. النهاردة السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد المعدات والأجهزة المشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكي. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة لتفقد الأجهزة والمعدات الجديدة والمشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الذكي، واستمع الرئيس إلى آليات عمل المعدات والأجهزة الجديدة في قطاع النقل والمواصلات. أيضا صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار الطريق إلى 2030 يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والمواني بمختلف أنواعها. وسيادة الرئيس شارك في مائدة مستديرة مع هذه الشركات العالمية، كما يعتبر المعرض فعالية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلا عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة. احنا عارفين يعني انا الحقيقة وانا جاي في الطريق كده الطرق ما بين التجمع ومدينة نصر بدأوا يحطوا عربيات المونوريل يعني بتكتمل، وفي مرحلة تجريبية يعني احنا ماشيين الحقيقة بخطى ممتازة في الموضوع ده. معنا على الهاتف للتعليق حول هذا المؤتمر الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان. برحب بك يا دكتور محمد. أهلا وسهلا بسيادتك وكل السادة المشاهدين. إيه أهمية المعرض يا فندم والمؤتمر وأهمية النقل الذكي بشكل عام في هذه المرحلة خاصة مع التغيرات المناخية كمان؟ والله طبعا المؤتمر والمعرض اللي تم عقده بداية من النهاردة لمدة 4 أيام هو حدث في منتهى الأهمية، لأنه فرصة كبيرة جدا لمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة دولية وإقليمية من 20 دولة على مستوى العالم، خصوصا وترتيب مصر في ترتيب التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق. طبعا قفز من المركز 118 إلى المركز 28 على مستوى العالم. هذا المؤتمر اللي بيكون بالنسبة لنا فرصة كبيرة جدا جدا لعرض أنشطة ومشروعات وزارة النقل اللي تم تنفيذها في خلال 7 سنوات الماضية واللي جاب تنفيذها واللي إن شاء الله مزمع تنفيذها في الفترة القادمة، وبالتالي هي فرصة استثمارية كبيرة للشركات العاملة في هذا المجال لتقديم خدماتها والاستثمار في مجال مشروعات النقل الذكي والنقل الأخضر في مصر. طبعا احنا النهاردة كمان سيادة الرئيس قدم الشكر الحقيقة لشركات كثيرة ولشركة مهمة بتشرف على القطار الكهربائي في مصر، يعني فاحنا ده برضو نوع من تبادل الخبرات، يعني يهمنا خبرات الدول دي مش الاستثمار بس. هو الخبرات اللي قدمتها هذه الشركة ومقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم اليوم وشكرهم على دعمهم، هو في حد ذاته يعتبر تشريف لهذه الشركة وإعطاء مزيد من الثقة لهذه الشركة لاستكمال الاستثمار والتنفيذ في قطاع النقل وقطاعات أخرى في مصر، خصوصا أن السنوات القادمة ستشهد تطبيق منظومة النقل الذكي في الطرق المصرية وأيضا الطرق الخضراء ومنظومة النقل الأخضر. طيب عايزين نشرح يا دكتور محمد للناس يعني ايه نقل ذكي، والشق الثاني من التساؤل هيفيد مصر بايه النقل الذكي في مسألة النقل الجماعي؟ اولا فكرة النقل الذكي هي فكرتها هو الحصول على نظام نقل آمن وخالي من الحوادث وخالي من الاختناقات والازدحام ومؤمن تأمين عالي من خلال كاميرات ذكية على سبيل المثال بتنقل الأحداث إلى غرفة تحكم مركزية تستطيع إعطاء تعليمات لسائقي المركبات
وتحذيرهم من الأماكن الخطرة على سبيل المثال، وأماكن الاختناقات المرورية وأماكن الحوادث، تستطيع إعطاء تعليمات للسائقين لتجنب الاختناقات وتجنب العوامل الجوية اللي ممكن تؤثر على سلامة الحركة على الطريق. أيضا هذه المنظومة تمتد إلى تحصيل الرسوم على الطرق المصرية بشكل أوتوماتيك بدون تدخل الأفراد. الهدف هو تحسين جودة الحياة وتحسين نظام النقل. احنا يمكن شايفين على الشاشة معانا دكتور محمد كمان سيادة الرئيس بيتفرج على المنظومة اللي بتحصل في مصر، وتصديقا طبعا لكلام حضرتك، يعني فكرة ان احنا كان عندنا حوادث في المزلقانات القطارات مثلا في بلدان كثيرة ومحافظات كثيرة، كل الكلام ده مع النقل الذكي اعتقد انه هيقل كمان او يعني ينعدم ربما. نأمل تقليل نسبة او معدلات الحوادث والوفيات في مصر بتطبيق هذه المنظومة. نعم. ومن المعروف أنها سيتم تطبيقها قريبا في المرحلة الأولى، وتشمل 7 طرق بطول إجمالي 1187 كيلو، ويتبعها مراحل أخرى، مرحلة تانية بطول 5000 كيلومتر. والجدير بالذكر أن معدلات الحوادث بالفعل قلت في الـ4 أو 5 سنوات الماضية بنسبة تزيد عن 40%، وكذلك معدل الوفيات نتيجة المشروع القومي للطرق، ثم الخطوة اللي جاية إن شاء الله الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة. دكتور محمد الصدعوف عوف، أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، بشكرك شكرا جزيلا. هنروح لأخبار تانية وموضوع مهم جدا، يعني خلينا نطلع بفاصل بس انتظروني، لأنه الموضوع مهم ومهم جدا وخاص بحياة المصريين وخاص بالمزاج العام وخاص بالتحولات الاجتماعية والنفسية اللي بتحصل، يعني أرجوكوا تابعوني بعد الفاصل. معرفش انتوا بتشاركوني القلق على الكام حادثة اللي حصلوا في المجتمع المصري الأيام الماضية. في الإسكندرية اليومين اللي فاتوا طالب طب وطالب هندسة راحوا أجروا غرفة في أوتيل، وهم مقيمين أساسا في الهندسة في إسكندرية مش مغتربين، وانتحروا بطريقة غريبة جدا، أكياس على رأسهم وحاجات كده. كمان في إسكندرية اللي موت أبوه وأمه، كمان في الفيوم اللي رمى حماته واحتجز رهائن باقي أسرته وعذبهم. لا يعني في حاجة يا جماعة، في حاجة غريبة، في حاجة غريبة في المجتمع، لابد أن ندق ناقوس الخطر. هل هي مخدرات؟ هل هي تغير في الحالة الاجتماعية؟ إيه اللي بيحصل؟ معي على الهاتف الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. برحب بك يا دكتورة عزة. أهلا بك أستاذ عاطف. أنا بسمع صرخاتك من على بوستاتك على الفيسبوك، عمالة تناجي وتنجدي وتصرخي وتقول يا جماعة لا، احنا التعليم يا جماعة خدوا بالكوا، الجرائم دي لازم يعاد النظر إليها. إيه اللي قلقك يا دكتورة؟ أولا بس عايزة أنبه الناس إن الجرائم موجودة في الدنيا منذ قابيل وهابيل. نعم، لازم نكون متفقين على كده عشان برضو يعني ما نخضش الناس طبعا. ولكن السوشيال ميديا بتعرفنا ايه اللي بيحصل في المجتمع، ودي حاجة كويسة في الوقت نفسه، حاجة مش حلوة انها حاجة حلوة انها بتدق ناقوس الخطر، حاجة مش حلوة لان في ناس بتقلد نفس اساليب هذه الجرائم. يعني اللي عايز يعمل جريمة بيشوف الجريمة دي اتعملت ازاي فممكن يقلدها، وده نتيجة نظرية اسمها نظرية التعلم الاجتماعي بتاعت باندورا حضرتك، ان احنا بنتعلم بالنمذجة او القدوة لما بنشوف حاجة بنقلدها، وده اللي عمله باندورا. جاب افلام عرضها على اطفال لمدة اسبوعين، الاطفال دول كانوا في قمة الهدوء. كان في الفيلمين دول كانوا عبارة عن افلام، دي كانت عبارة عن افلام عمق. فجأة انقلب حال الولاد، والولاد موتوا بعض، ضربوا بعض، قطعوا بعض. فإذا احنا بنتعلم من خلال النمذجة أو النموذج. طب ما ده يا دكتورة عزة برضو بقى كده مؤشر إن حضرتك بترفعي أصابع الاتهام تجاه الدراما ربما والفيديو جيمز العنيفة. نعم، وبالتالي تأثير الدراما بالذات اللي كنا تهل علينا في الشهر الكريم في رمضان، وكلهم بيتباروا إنه كل ما تبقى مشاهد العنف ومشاهد الإثارة أكتر
كده هيحقق أعلى مشاهدة. ده بيأثر على الولاد بالذات في سن المراهقة أستاذ عاطف، حضرتك عارف ده سن طبعا. التمرد والعصيان، سن التمرد على السلطة الوالدية والسلطة في الدولة والسلطة في المحافظة يعني والسلطة في المدرسة من المدرس للمدير، وبالتالي أنا ببقى عايز أعمل حاجة أبقى ترند فيها. على فكرة كم من جرائم تم ارتكابها لمجرد الهوس لمجرد الترند، كم من جرائم كانت بسبب المخدرات. المخدرات مشكلة عندنا، يعني زمان في السبعينات والستينات كان الحشيش والأفيون، دلوقتي في مخدرات تخليقية يعني مصنعة بمواد. بيقولوا الآيس والشابو ده دلوقتي بقى هو سبب في أغلب الجرائم كمان. طبعا طبعا، لأنه بيؤثر على النواحي العقلية والعصبية لجسم الإنسان وعلى عقله، فبالتالي هو بيتغير تماما، ممكن يعمل جريمة بدم بارد جدا ويمشي في الشارع يعني يتمخطر ان هو عمل الجريمة دي. طيب يعني احنا حاطين ايدينا يا دكتورة عزة دلوقتي على التشخيص، يعني وانا بضم صوتي لصوت حضرتك انه تماما، يعني سواء الدراما سواء الالعاب العنف اللي على الفيديو جيمز. عايزة بس كمان اقول حاجة استاذ عاطف، عفوا، يعني الاسرة دورها اختفى. الايه؟ الاسرة. الأسرة مفيش حد بيعلم ولاده حاجة دلوقتي يا أستاذ عاطف إلا من رحم ربي. اللي أنت عارف حضرتك إحنا تربينا زمان إزاي، ولا حضرتك عارف أنت تربيت نفس التربية بتاعتي اللي هي العيب الحلال الحرام، احترم الكبير، احترم المختلف عنك، احترم أختك، احترم كذا، رئيس الدولة ده حاجة موقرة، جيشك كذا، يعني على كل الاتجاهات سواء الاجتماعية أو النفسية أو الدينية، رجل الدين له الوقار وله التوقير، كل هذه الاشياء راحت. لا وخدي بال حضرتك كمان، يعني احنا حتى الافلام اللي كان فيها عنف كان الشرير او اللي بيلجا للعنف بياخد جزاءه. المعالجه الدراميه اليومين دول بقى بيعملوه بطل شعبي وبيعملوه راجل جدع وبيعملوه ثري بشكل سريع جدا. هو ده الخطر يا استاذ. هو ده الخطر ان انت بتعمل من الفهلوه ومن القاتل ومن البلطجي نموذج. نموذج يحتذى به. طب والحل يا دكتورة؟ الحل حضرتك لازم، أنا بص، كان في زمان كان في حاجة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية، صح؟ أي. أنا ما أعرفش هي موجودة ولا مش موجودة. لازم موجودة. نقابة السينمائيين تتدخل، الرقابة تتدخل، ابدع زي ما أنت عايز، بس في خطوط حمراء للمجتمع. أنا عايزة أقول لك حاجة، بتفرج على أفلام أجنبية زي كل الناس. أنت مش ممكن تتفرج على فيلم أجنبي حتى لو فيه درجة عالية من العنف إلا لما بالآخر بيديك قيمة. صح. أن الشر لن ينتصر أبدا. وأن الخير والحق والجمال له مكان. صح؟ مظبوط. حتى أفلام الخيال العلمي عندهم. مظبوط. حتى أفلام الأكثر عنفا. لا يعني حضرتك الناس دي عارفة هي بتعمل إيه؟ فأنت لما بتعمل دراما المفروض إن أنت تبقى تراعي الصحة العقلية والنفسية لهذا المجتمع، تراعي ظروف المجتمع، مجتمع خارج من كذا ثورة من 2011 ل 2013 في تغيرات اجتماعية كبيرة، حاجات بتحصل، يبقى أنت لازم تاخد بالك. التعليم مش تكنولوجيا، التعليم بناء وجدان، بناء الروح. الخطاب الديني بلاش التقليدية في الخطاب الديني، وخطبة توزع على كل المساجد يا جماعة، يبقى فيه يعني التزام، ولكن مش بالاسلوب ده. لازم اجاري الاحداث الجاريه، الخطاب الديني لازم يواكب اللي بيحصل في المجتمع. التعليم اهتموا بالتربيه الدينيه، صح، ما تخلوش الولاد تحفظ ايات وخلاص. علموهم السلوك السليم السوي اللي هو يجاري الصحابه والرسول، يجاري المسيح، يجاري الحواريون، يعني في حاجات كده لازم نتعلمها. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه، علم النفس وعلم الاجتماع في المدرسة الثانوية بيعملوا ايه؟ هل علمتهم كيف مقاومة الضغوط زي ما امريكا بتعمل؟ لما يجي صديقي يعرض عليا مخدرات، انت عيل، انت ابن مامي وبابي، اشرب كذا، اعمل كذا، ازاي اقاومه؟ ده في طرق علمية، في برامج لتأهيل المراهقين انه يقاوم الضغط. صحيح. يقاوم ضغط ان حد يقول له تعالى نضرب الشلة دي. ما انت عارف حكاية الجانج والعصابات، الولاد طبعا. لما فبالتالي تبص تلاقي ثلاثة طلاب ذبحوا طالب قدام باب المدرسة، مش عارفة مين، حصل كذا. ليه الكلام ده كله؟ احنا لم نواجه هذا. بيت العيلة، بيت العيلة بقاله 10 سنين من الأيام دي تم، اللي هو بالإشراف من الأزهر والكنيسة،
هو متوقف دوره بقاله سنتين ما عملش اي حاجه. السؤال فين بيت العيله؟ في لجنه الثقافه الاسريه؟ فين الدور؟ ما فيش الدور. فين التعليم؟ التعليم تمتحن تابلت اونلاين ولا تمتحن ورقي؟ احنا بنركز فين ماده الاخلاق؟ فين ماده الضمير؟ فين حضرتك الانشطه؟ الموسيقى بتهذب الروح. الموسيقى، التمثيل، المسرح، انك انت بتلقي قصايد. معاك حق دكتورة. يعني الشرطة المدرسية، هات لي دلوقتي مدرسة غير المدارس الخاصة فيها مكان لممارسة الأنشطة. أتحدى. صحيح. أتحدى. مفيش. مفيش. دكتورة عزة، أتمنى إن كل الملفات اللي حضرتك فتحتيها دي تصل إلى المسؤولين وننتبه، وإنه فعلا التعليم ليس التكنولوجي فقط، لا، التعليم فيه قيم وفي مفاهيم كثيرة جدا لابد أن تغرس في الأطفال. بنتكلم على الدراما، لابد أن يعود دور الرقيب، علشان يعني دي مرحلة محتاجة رقيب. ما نقولش حرية رأي لا لا، قصة مش كده خالص، يعني عبر لكن لا تخل قيم. أنا بشكرك دكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. بالمناسبة يا جماعة، يعني من النهاردة لبعد بكرة برعاية الرئيس السيسي، النيابة العامة تنظم مؤتمرا دوليا دوليا لمكافحة الجرائم. أعلنت النيابة العامة المصرية، يعني طبعا مش بسبب الأحداث دي، هو ده مترتب له من فترة، لكن احنا بنقول في السياق، يعني أنه أعلنت النيابة العامة المصرية عن انعقاد المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكذا الاجتماع السنوي 15 لجمعية النواب العموم الأفارقة والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب، اللتين ترأسهما النيابة العامة المصرية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9. برضو المؤتمرات دي يعني بتقدم توصيات مهمة جدا عن الجرائم وعن الأساليب الجديدة في الجرائم وطرق مكافحتها. احنا هنطلع لفاصل ونرجع ناخد البعد النفسي للي بيحصل، يعني مش عايزين ننسى اللي قالته دكتور عزة، هنلخصه في آخر الفقرة، لكن خلينا نطلع لفاصل ونرجع للدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي. تاني بنقول انه نوعية الجرائم، يعني الجرائم موجودة منذ بداية البشرية، لكن نوعية الجرائم اللي في المجتمع المصري اختلف شكلها. واحد يقتل والده ووالدته اللي يعني توصى عليهم بكل الاشكال وفي كل الاديان. اتنين ينتحروا في فندق بالاسكندرية اول من امس، وده واحد بيدرس طب وواحد بيدرس هندسة، يعني مش هنقول غياب تعليم، لا، يعني في مشكلة. وإحنا على هذه المائدة أكتر من مرة مع دكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي ناشدنا وقلنا جماعة المخدرات وحالات الاكتئاب وخدوا بالكم. وهو معايا على الهاتف دلوقتي دكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. برحب بيك يا دكتور. أهلا يا أستاذ عاطف، إزيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك دكتور هاشم. يعني قلق، يعني الأيام اللي فاتت دي برضو حملت بعض الحوادث الغريبة، يعني مش إنها كتيرة لكن غريبة على المجتمع المصري. حضرتك بترجحها لإيه؟ حالات اكتئاب، المخدرات اللي بدأ ينتشر نوع زي الشابو ولا الآيس زي ما بيسموه، ولا إيه يا دكتور؟ طب بص يا عاطف، خلينا نفهم الحكاية من الأول. اتفضل. الإنسان اللي بيكون عنده نوبات من الغضب، الغضب ده بيتنفس عن طريق حاجة اسمها العدوان. تمام. العدوان ده إما على نفسه أو على الآخرين. على نفسه فهتسمع على إن واحد بيتعاطى مخدرات بيأذي نفسه، أو الشباب اللي بيقطع إيده بالسكينة، أو اللي بينتحر. تمام. أو إن يعمل الحكاية بالعكس، يعتدي على الآخرين، فتلاقي الناس بتزعق في الشارع والعربيات بيتخانقوا مع بعض أو حد يقتل. مظبوط. فعندنا ده عبارة عن تنفيس عن الغضب عن طريق العدوان. طبعا البني ادم اي واحد فينا بيبقى مثلا افرض ان انا سايق العربيه وحد كسر عليا، ده بيضايقني، لكن مش هنزل اتخانق معاه ونضرب بعض في الشارع، لان عندي جزء في مخي بيقول لي ملوش لزوم تعمل التعرض الى هذه المخاطر، ويبقى انت عندك مشكله في حياتك بالطريقه دي. يعني تمام. انا ابتدي اكون عقلاني واتصرف بحكمه في هذا الموضوع. هنا الناس اللي عندها امراض عقليه أو عندها موضوع المخدرات ده بيقفل على العقل اللي هو بنقول عليه الإنسان اللي بيتحكم في الغرائز، الجزء اللي بيتحكم في الغرائز بيقف. وبالتالي بيتيح للغرائز إنها تنطلق بكل قوة، فيعمل
فتلاقي الناس اللي بتاخد مثلا مخدر الايس ده عندهم نشاط غير طبيعي، قسوه غير طبيعيه. ويقال انه في بعض المقالات كانوا بيفسروا ان الدواعش بيدوهم الايس ده قبل ما يروحوا يحاربوا علشان يمارسوا العنف الشديد جدا بلا اي رحمه ضد اللي يلاقوهم في سكته. ده يقال ان هو اولا ما بينيمش ويدي طبعا. فعلا انه يبقى هايبر جامد جدا عنيف كمان. يعني انا شفت حالات بتقعد بالاربع ايام ما تنامش خالص. بيقعد يتكلم كتير، بيبقى عنده قسوه وعدوان غير طبيعي. فده احد الاشكال. شكل تاني بقى اللي هو الامراض العقليه العاديه، زي مرض مثلا زي مرض الفصام العقلي اللي هو بيتهيأله ان في حد بيعتدي عليه، بيعتدي على شرفه وعلى كرامته. وهو مش في الشارع الناس بتشاور عليه، فتلاقيه بيروح داخل عامل الجريمه دي على طول، رغم ان ممكن قوي ان القتيل ما يكونش ليه اي علاقه بيه. صحيح، يعني ده نوع من الهلاوس يعني النتيجه. ممكن بالظبط يتخيل انه في حد بيأذيه او حد بيشاور عليه وبيعيب عليه، او زي ما انت بنتكلم كده على اللي هو بيقول انه ده هو اغتصب امي واختي. فهنا في الحقيقه دي ممكن تكون دي كلها نوع من انواع الضلالات، اللي هو الفكره الخاطئه التي لا يمكن اصلاحها بالمنطق. ففي الحاله دي هي بيرتكب الجريمه وهو متاكد انه بيعمل الصح، رغم ان الموضوع كله كفكره مش موجود. طب يا دكتور هاشم، يعني انا كان معايا على الهاتف من شويه دكتوره عزه فتحي في علم الاجتماع. وارجعت الاسباب برضو الاجتماعيه، زي ما عايز ارجع لحضرتك في الاسباب النفسيه اللي حضرتك ذكرتها. سواء في الخلل او الاضطراب العقلي او المخدرات او الاكتئاب، لكن هي قالت كمان التعليم والدراما وكل ده ممكن يكون بيدي نماذج للشباب. صحيح. لكن احنا عايزين نحط يعني روشتة يعني امام صناع القرار، يعني علشان ندق ناقوس الخطر، ما احناش محتاجين نلاقي الظواهر دي كتيرة. وكمان عايز اسأل، هو دي من ثقافة الزحام ولا جاية منين يا دكتور الجرائم؟ والله بص، انت عارف انا من كام يوم كده اتفرجت على فيلم، معلش يا زهر، بتاع زاكي روستن. ايوه. الراجل ده تعرض الى قسوة عنيفة جدا في الفيلم، ولكنه تناول الموضوع بمنتهى الحكمة وكان راجل محترم. لما تشوف بقى فيلم عبده موتة تجد ان هو برضه تعرض الى نوع من انواع الظلم، بس ايه اللي عمله؟ قتل كل قتل الفيلم كله. يعني ما كانش ناقص غير المخرج بس. ايوه صحيح. فيعني كان حاجه غريبه جدا. انت هنا بقى بتلعب في العقل الباطن، بتقول للناس انك لما تقابلك مشكله اقتل. وهتبقى بطل وهتبقى غني وعندك عربيات وتبقى الدنيا زي الفل باذن الله. فهي الفكره كلها انت بتحط في العقل الباطن عند الناس ان الحل بتاع المشاكل هو العنف والقسوه. فده طبعا محتاج ان جماعه اللي بيعملوا الافلام واللعب فيه، يعني حتى كان يقول لك مثلا القوه الناعمه بتاعه الاعلام بتاع مصر، انا دلوقتي شايفها القوه الخشنه. ناعمه ايه؟ ده كلها قتل وذبح. طيب متى تنتبه الاسره لاي حالات من المخدرات او على اولادها او الاكتئاب او بدايات الاكتئاب حتى؟ يعني ننقذ ما يمكن انقاذه يا دكتور، ايه العلامات؟ عن طريق الصحوبيه يا عاطف. يعني لو الام واولادها اصحاب، الاب واولاده اصحاب، هو هيكتشف التغييرات دي بسهوله. هيجد ان ابنه فيه عنده اشكاليه ما كانش هو ده الصفه الطبيعيه بتاعته، فيبتدي في الحاله ده هي يدور على الحلول. لكن طول ما الاب والام بعاد عن اولادهم طبعا هيعكوا، محدش يعرف حاجه خالص. يعني لقينا ان الاسر المفككه بيعرفوا ان اولادهم دخلوا في الادمان بعد 4 سنين من التعاطي. يعني الدنيا كانت اتدهملت خلاص. ولا عيب اطلاقا ان احنا يعني نعترف انه عندنا حد من الولاد في دايره الادمان. لا طبعا. ونتجه الى مراكز العلاج، يعني ما هياش طبعا. حاجه مش وصمه عار في النهايه يعني. لا 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 طبعا لازم نتعالج، طبعا لازم نتعالج. دكتور هاشم بحري، استاذ الطب النفسي جامعه الازهر، انا بشكرك شكرا جزيلا على وقتك ومداخلاتك القيمه. يا جماعة يعني قبل ما أسيبكم بس في هذه الفقرة، لا الموضوع يعني احنا مش عايزين نقول انه مش مقلق، لا مقلق لانه لما تلاقي حالات غريبة بتحصل بين الشباب، لما تلاقي عنف،
لا لازم طبعا ناخد بالنا، لازم نقول يا جماعة الدراما والسلاح الأبيض والنموذج اللي احنا بنقدمه في ثراء سريع وانه بينتقم ويقتل بشكل عادي جدا ولا يحاسب من أحد، لا كل الكلام ده، أو حتى يعني يقتل طول الفيلم وفي الآخر خالص ممكن يتقتل. فالمسألة يعني الولد عاش في وجدانه ساعتين من العنف والانتقام والرغبة، وهذا هو النموذج. لا ناخد بالنا التعليم، أرجو أنه يعني سيادة الوزير طارق شوقي، أنا عارف أنه بيعمل مجهود جدا في فكرة تطوير التعليم، لكن الجانب الإنساني في التعليم مهم، ان احنا نغرز القيم مهم، ان احنا نغرز يعني نربي الوجدان من جديد مهم، بأنشطة بموسيقى برسم بمسرح بأغاني اللي انت عايزه، لان كل ده وقاية. يعني ارجو ان احنا ننتبه الى هذه الحالات. احفظ يا ربي بلادي وشعب بلادي. وبعد الفاصل الزميل خالد سعد هيكلمنا مع ضيفته الأستاذة غادة محمد عامر عن الميتافيرس اللي عمنا مارك في الفيسبوك داخل عليها، وهتشوف حاجات مجسمة وهتحضر اجتماعاتك في البيت وهتعمل حاجات كثيرة وانت قاعد في البيت. يعني استمتعوا بهذا الحوار بعد الفاصل. كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب. وهي بيسعدنا أن نلتقي حضراتكم من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، هو حديث الساعة في هذه الأيام. في آخر شهر 10 أكتوبر أعلنت شركة الفيسبوك عن تغيير اسمها إلى ميتا. بعدين سمعنا مصطلح بيتردد كثيرا هو ميتافيرس. ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ وهل هيحدث تغيير وتاثير على السوشيال ميديا؟ هنفتح هذا الموضوع ونتعرف عنه. طبعا الناس ارتبطت في السنوات الاخيره بالسوشيال ميديا بدرجه مرعبه، في ما هو ايجابي وايضا طبعا في تاثيرات سلبيه. عاوزين نعرف الحكايه من متخصص في هذا المجال. بيشرفني ونورني في لقاء الليله الاستاذه الدكتوره غاده عامر، وكيل كليه الهندسه للدراسات العليا والبحوث بجامعه بنها، والمتخصصه في مجالات الذكاء الاصطناعي، وايضا المحاضر باكاديميه ناصر العسكريه العليا. اهلا بيكي وسعداء بوجودك معنا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بكل مشاهدين حضرتك. اعتقد ان احنا بنطرح دلوقتي موضوع الساعه وحديث كل الناس المهتمه بالسوشيال ميديا. احكي لنا ايه الموضوع، ايه موضوع الميتا وبعدين الميتا فيرس، وهل ده ليه تاثير فعلا على السوشيال ميديا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فكره الميتافيرس هو الناس فاهمه انها تقنيه حديثه، ولكن تقنيه الميتافيرس دي تقنيه قديمه، وهشرح لحضرتك ازاي. لما طلع فيسبوك واعلن انه حول شركاته، يعني هو السوشيال ميديا موجود، الفيسبوك والانستجرام دي موجوده، لكن الشركه كلها تغير اسمها من شركه فيسبوك لشركه ميتا، وده اعلانا من شركه فيسبوك ان احنا دخلنا في العصر الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا هنعيشها. احنا الاول كنا بنعمل سكرول كده ونتفرج على الفيسبوك من بره، دلوقتي احنا نعيش جوه تقنيه الميتافيرس. هرجع لحضرتك التاريخ، ما انا هقول دلوقتي طيب. عارفه، لكن قبل ما اعرف ايه هي الميتافيرس هقول لحضرتك ان التقنيات دي تقنيات مش جديده، بدليل ان في كتاب كان اسمه سنو كراش طلع 1991 واتكلم على تقنيه الميتافيرس بالاسم، وقال ان احنا هنعيش في واقع افتراضي، والواقع دوت هيؤثر على الشعوب انه هيخليها دائما تلجا هروبا من الواقع الحقيقي للواقع الافتراضي، وده له تاثيرات ايجابيه وسلبيه. صحيح. فده في 91 تم الكلام عن الموضوع ده. ليه بقول كده؟ بقول كده عشان الناس تنتبه. دلوقتي احنا في عصر خطير جدا، رغم ان هو عصر مفيد جدا لو انت مثقف ووعي حقيقي، اما لو انت هتقضيها زي اي مواطن او اي شخص يقضيها بس انه ياخد يستهلك هذه التكنولوجيا، للاسف هيكون في مرحله خطيره جدا. ايه بقى تقنيه الميتافيرس؟ تقنيه الميتافيرس ديت ان احنا بنعيش الواقع الافتراضي. بمعنى ايه؟ احنا في السوشيال ميديا كنا بنتفرج على الاحداث من بره، دلوقتي تمام. هلبس حاجات زي النضاره وزي وديب، وحتى فيسبوك اعلنتها وسعرها رخيص جدا $300، ان انا البس طبعا هي رخيص بالنسبه للتكنولوجيا اللي احنا كنا بنسمعها قبل كده، وان انت تلبس النضاره دي وتلبس حاجات زي سنسور مجسات في ايديك وتتحرك وتخش تعيش جوه الواقع دوت. ممكن تشتري بيت، وممكن تبيع عن طريق الكريبتو كرانسي او العملات المشفره، ممكن تبقى ليك اسره غير الاسره الحقيقيه. ده كله افتراضي، مش بيع حقيقي ولا شراء حقيقي، هتشعر لا بيع حقيقي،
وفي ناس هتعمل بيزنس وتشتغل شغل حقيقي داخل هذا الواقع الافتراضي. حتى لما لاحظت انت مارك زيجنبرغ لما اتكلم قال لك ان احنا هتحصل نقله نوعيه في الاقتصاد والامور الاجتماعيه والامور السياسيه حتى الامور الامنيه طبعا. بس مخاطر الامور الامنيه ان انت ما تقدرش تتوقع الجرائم عامله ازاي في ظل هذا العالم الافتراضي. فكره العالم الافتراضي هو كان عاوزين نعرفها شويه دكتور غاده. دكتور غاده يعني ازاي ادخل جوه السوشيال ميديا واعيشها واشتري بيت وامارس حياتي وده ممكن ياثر على الحياه ده كده عالم افتراضي صحيح وياثر على العالم الحقيقي ازاي؟ تمام. دلوقتي مثلا جيت انا دخلت على الفيسبوك الجديد اللي هو الميتا تمام. اول ما عملت لوجن لابسه النضاره فهخش اختار شكلي، يمكن انا شكلي مش عاجبني دلوقتي، لون شعري مش عاجبني، انا مثلا من اصحاب الهمم، هبقى سليمه جوه في العالم الافتراضي. هخش واتكلم مع الناس، هقابل حضرتك، هنتقابل انا وانت فيرتشوال مع بعض ونتكلم مع بعض في التقنيه دي، انت في مكان وانا في مكان اخر على ترابيزه. انا اخترت ترابيزه وهشتري البيت وهشتريه اونلاين حقيقي، يعني هخش جوه الميتافيرس دي وادفع عن طريق كريبتو كرنسي بعملات مشفره حقيقيه. هنتقابل طب انت مديري في الشغل، هنتقابل انا وانت ونقعد في الشغل مع بعض، هنتقابل بس مش بشكل محسوس فيرتشوال. بس ما الفكره ان التطور، هقول لك بقى التطور اللي هيحصل بعد كده. انت حضرتك بدات تخوفينا، يعني في تطور تاني؟ ايوه ما انا هحكي دلوقتي. هي فكره الميتافيرس انها بتدرس ردود افعالنا، اشكالنا، كل حاجه بنعملها ايه، وبتديك فرصه تعيش حلم انت نفسك تعيشه بس في واقع افتراضي. فالفكره طبعا انت في الفيسبوك العادي لما تخش ممكن تعمل لوج اوت في اي وقت، يعني تطلع مش عاوز اخش بقى. في الميتافيرس مش هيحصل لوج اوت لان التقنيات الجديده هو ده يتكلم على انه هيبقى فيه النضاره وفي المجسات والجوانتي اللي انت بتلبسه وتحرك الحاجات دي وانت عايش جوه. هتعيش الاحساس كله، حتى تحس بالصوت حواليك، العصافير لو انت اخترت جنينه ماشي فيها هتشوفها وتعيشها كل حقيقه. دلوقتي مع التقنيات الجديده زي تقنيه زراعه الشرائح اللي كان بيتكلم عنها ايلون ماسك، ان بيقول لك ان احنا هندمج دي مع دي فتبقى الشريحه انت مش محتاج تلبس النضاره، هتؤثر على دماغك فتشوف الواقع قدامك الافتراضي. الشريحه دي هتكون فين؟ شريحه في دماغ البني ادم، نيورالينك. بشكل حقيقي ولا افتراضي؟ حقيقي يا فندم. حقيقي ده اللي هو ده التطور الجديد اللي هم بيسعوا له، وده تحالف شركات دوليه بتقول لك ان احنا عايزين الناس يبقى عندها عالم افتراضي مختلف عن العالم اللي احنا بنعيشه. وده ما لهش تاثير على الصحه العامه للناس؟ ليه تاثير، ولكن هل انت يعني انا ما قلتش بخاف من التكنولوجيا. هي التكنولوجيا زي اي تكنولوجيا، من اول ما كنا بنستخدم العربيه لو انت بتسوقهاش صح بعد الشر هيحصل كارثه، لو انت بتعرف تسوقها هتوصل بسرعه. السوشيال ميديا القديمه اللي احنا كنا بنعيشها قريب دي، الفيسبوك العادي ده، الفيسبوك ده في ناس عملت منه بيزنس غير عادي، وفي ناس انتجت وارسلت فكرها، وفي ناس اشتغلت دولي وهي قاعده في مصر، وفي ناس للاسف استهلكته فاهلكها، انا اسف اقول صحيح. خلاها مكتئبه وخلاها تحت الضغط، فانت اللي بتختار. فالعصر ده عاوز حد مثقف. الميتافيرس فكرتها مره ثانيه انها تدي للشعوب فرصه انها تعيش واقع غير حقيقي، واقع بتشوف فيه نفسها بطلة، بتشوف فيه نفسها عندها إمكانيات، هتقدر تعمل بيزنس. وهقول لك أقرب لك الموقف أكتر، إن الفيسبوك فعلا بقالها فترة شغالة في اجتماع اسمه الهورايزن. هورايزن ده بتديه للشركات صحيح. بحيث أنا وإنت دلوقتي إحنا شغالين مثلا في شركة واتيفر، الشركة دي هنتقابل ونعمل اجتماع بس أنا بالأفاتار بتاعي، الشكل اللي أنا عايزاه واللبس اللي أنا عايزاه، ممكن ميبقاش وشي ده خالص، لكن إحنا قاعدين ونوريك كمان اللابتوب بتاعي وإنت توريني اللابتوب بتاعك، ونعمل شرح كمان على الوايت بورد واحنا كلنا فيرتشوال مش حقيقيين في المكان. على فكره نفس ده ممكن يحصل قريب، ده هو بالفعل الهورايزن ده اتطبق بالفعل، يعني في ناس مارست الحاجات اللي حضرتك الانشطه اللي حضرتك بتقوليها حاليا على مستوى العالم. بالظبط كده، في امريكا ده حصل، وكان في قريب توك شو يعني برنامج حواري بين ثلاث مذيعين، واحد موجود في تورنتو، واحد موجود في نيويورك، والتاني موجود في كندا بس في مكان ثالث، وهم الثلاثه قاعدين في واشنطن في دي سي فيرتشوال، وبيتكلموا ويتناقشوا مع بعض، حتى بيتحركوا في الاستوديو مع بعض. فاصبح الفكره هتبقى مختلفه. التقنيه دي اساسا كانت معموله عشان ينقل اسر الجنود الموجودين في العراق يعيشوا معاهم فيرتشوال ويتكلموا معاهم ويحكوا لهم القصص. يعني من 20 30 سنه الكلام ده بالظبط، يعني من 10 سنين او 15 سنه كانت مطبقه بالفعل، بس في الامور اللي هي كلاسيفايد سري للغايه. فدلوقتي طلعت للمجتمع وقال لك ان احنا هنغيرها وانها هتسهل حياه الناس. طبعا هتسهل فعلا، هتخليك يبقى عندك قدرات ابداعيه اكتر، ولكن طبعا ليها مخاطرها زي اي تكنولوجيا. طيب نتكلم على مخاطرها برضو عشان ما نخليش الصورة وردية. طبعا أي حاجة زي ما قالت الدكتورة غادة بيكون لها أثار سلبية وفي أثار إيجابية، وحسب استخدامك حتى شبهتها بالعربية. أبسط حاجة لو أنت مش عارف تسوق هتعمل حادثة لا قدر وتحصل لك مشاكل. الأثار السلبية للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا المرعبة الحديثة الجديدة اللي اتضح أنها مش جديدة، دي موجودة من 10-15 سنة، ولكن مع دخولها بقى على السوشيال ميديا بدات الناس تحس بيها. حلو جدا برضو ان احنا ناكد فعلا ان لازم الناس تقرا عن اللي جاي، وفي اي قطاع في الدوله انت لازم تتعلم التكنولوجيا، لان التكنولوجيا مش بمنقع عن اي حد فينا، يعني طبعاً. مش بس الميتافيرس، كل التقنيات، وهي مش حكر،
على الهندسه والتكنولوجيا. طبعا الذكاء الاصطناعي طبعا ليه داخل معاها طبعا ليه دور كبير طبعاً فيها والنانو تكنولوجي وكده. بالظبط. مخاطر الميتافيرس ليها مخاطر كتيره على افرع الامن القومي عامه، من اقتصادي وسياسه وعسكري واعلامي، هيأثر جدا في الاعلام. بس خليني اخد لك على الافراد. دلوقتي انا بخش السوشيال ميديا وبيتعرف على شخصيتي عن طريق الوقفه اللي بقفها على صوره، عن طريق انا بدور ايه على الفيسبوك، ايه اللي بيغيظني، فيبدا هو يشوف دوت انا بقف على اي ويبعتها لي اكتر. فهو درسني وعارف ايه اللي بيستفزني او ايه اللي يخليني ابقى مرتبطه باعلان معين عشان يبيع الداتا بتاعتي دي لاما لشركات تجاريه او لشركات استخباراتيه. ده كان الفيسبوك التقليدي. صحيح. وحتى كان متورط في مشاكل كتيره جدا خاصه بالبرايفسي والخصوصيه، وكان حتى في قريب واحده من مديرينه اشتكته ان هو بينتهك حقوق الناس وانه سبب ثورات. صحيح. في مناطق كتيره في العالم. صحيح. وحتى الخناقه اللي كانت بالصين وامريكا عشان جزيره تايوان كان داخله فيها الفيسبوك وكان فيها مشكله. ده كله كان بيجمع داتا، داتا وقفتك، صورتك، نفسيتك، عشان يبدا بقى المرحله الجديده. المرحله بقى الجديده دي الاخطر، لما انا هلبس الويرابل دي، الحاجات النظاره والحاجات اللي في ايدي والسنسور، هو كمان مش بس هياخد داتا، ده هياخد بصمتي البيومتريه، هياخد بصمه عيني، ما انا بلبس الشاشه دي وبتشوفها. صحيح. فدي هيجمع تقنيات وداتا اكتر عنك، بس تقنيات شخصيه ليا انا. فيقدر في المستقبل ياثر على عقلي، ياثر على افكاري، فيخليني اشعر بمشاعر حسب التوجه اللي جاي، زي ويحركني زي اللعب اللي كانت موجوده قبل كده. يتحكم في انفعالاتي، في تصرفاتي، هو درس رد فعلي وعارف ايه اللي وكل شخص فينا عنده عيب. يعني عندنا كلنا عندنا مشاكل نفسيه على فكره، محدش كامل، وبس في ناس بتعيش عادي ما بتبانش، في ناس لما تنضغط عليها بتطلع المشاكل دي، وكلنا كده على فكره. هو بيدرس بقى الباجز الموجوده في الشخصيه ويبدا يشتغل عليها. في حاجات يا دكتور انا شخصيا بتغيظني، يعني في ناس بتحكي ادق تفاصيل حياتها على الفيسبوك، وكل ما يلاقيك انت بتقف ومتغاظ، يعني هو بيشوف احيانا بيقول انا بتفرج على حدقه عين الشخص ويبص على الصوره، بيبعت لك اخبار اكتر من كده. فانت داخل تقول 10 دقايق واطلع، تلاقي نفسك سحبت ساعه وطالع مكتئب وحالتك سهل، يعني صعبه جدا. الاكتئاب ده من صالح دول معاديه، ان انا عايز اخلي الشعب ده دايما تحت ضغط ستريس عشان لما يرمي لك اي خبر تستوعبه بسرعه. كده دي حروب انت قلت الكلمه على شيء ده بيندرج تحت اسم طبعا الحروب اللامتماسكه، مش بندقيه او مدفع او قدام مدفع او طياره قدام طياره، لا ده في استخدام للذكاء الاصطناعي، للنانو تكنولوجي، التحكم في انفعالات الشخص، في تحركاته، دي الحروب اللامتماسكة. صحيح. اللي هي يقدر وانت عامله دراسه قيمه فيها بصراحه. بالظبط. هي فكره الحرب فرض اراده، زمان كانت بتفرض الاراده عن طريق الجيوش وعن طريق الالات الضخمه. صحيح. دلوقتي مش محتاجين كل ده، محتاجين الجيوش التقليديه، صحيح، ولكن باشكال مختلفه مع التكنولوجيا الحديثه والفائقه. طب اللي تقدري كخبيره في هذا الموضوع تنصحي بيه كل مشاهدينا الكرام، ازاي يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثه دي بتقليل، او ان احنا نحاول نقلل بقد يعني على قد ما نقدر الضرر على نفسنا وعلى بلدنا. تمام. انا بشكر حضرتك، لان ده كلام مهم حضرتك قلتيه، في اختراق للحاله الاجتماعيه، للحاله الاقتصاديه، في تاثير على الامن القومي، فيعني نتصرف ازاي؟ انا بس هرجع للنقطه دي مهمه جدا. مثلا لو جينا ناخد امثله من تاثيره على الامن القومي، على الاقتصاد، الاعلانات المزيفه هتبقى اكتر تاثيرا عليك. يعني في بيقول لك حتى في موضوع الشفافيه هينتهي، لان ممكن انا اصدر لك اعلان واشغل دماغك بيه، فانت تشوف المنتج مش بشكل حقيقي، والعكس صحيح، ان انا اكرهك في بعض المنتجات المحليه اللي بلدك بتنتجها عشان اضمن دايما تشتري منتجات معينه. لو جينا نتكلم على الناحيه الاجتماعيه، هيحصل تفكك في العقيده وتفكك في الهويه والثقافه لو الناس مش واعيه. هي بتخش اي عوالم، انا ممكن اخش عوالم تصدر لي الدين ده مش كويس، او مصر دي مش كويسه، وامريكا، يعني واتيفر بقى الدوله اللي هيصدرها لي ايه. لو انا بتكلم في الجهات الامنيه، انا ما اقدرش احدد الجريمه مين اللي عملها ولا ارتكبها ازاي، خاصه في التحول اللي هيحصل على تقنيه الميتافيرس مع السايبر سيكيورتي. في الامور العسكريه طبعا حروب جديده بشكل مختلف. صحيح. تماما، وداخل فيها الذكاء الاصطناعي مع الميتافيرس. ازاي انا مواطن، انا هقول ماليش دعوه بالدوله، هتكلم عن نفسي. صحيح. كمواطن ازاي احافظ على بيتي واسرتي؟ اولا احنا مشكلتنا، انا اسفه، رغم ان احنا امه اقرا لا نقرا، وعلى السيستم القديم لما كان بينزل لك يقول لك خلي بالك انا هفتح لما بتنزل جيم، انا هفتح موبايلك، انا هستخدم الكاميرا، انا هنقل صوت وصوره، وانت عمال تقول له موافق موافق موافق، ده كان سهل وكان بيعدي. دلوقتي في الميتافيرس وانت داخل اي عالم من هذه العوالم، اقرا الانستراكشنز، لان ممكن تكون انت للاسف داخل في اتجاه خطير جدا، فلازم تقرا، لازم تفهم التقنيه دي انا هستخدمها. انا داخل النهارده العالم ده، داخل اتفرج بس، انا هعمله سياحه، يعني في ناس بتقول لك انا هسافر اليابان، انا وانا قاعده هنا هسافر اليابان. واخش فعلا، وهم طبعا بيجهزوا كل محاكاه للعوالم الحقيقيه بكفاءه واحسن 10، بيقول لك يعني اضرب في 10 من الواقع اللي انت بتعيشه، فتعيش التجربه جميله جدا. شركات الطيران دلوقتي في امريكا استخدمت هذه التقنيه، يعني موجوده بالفعل، عشان توري الناس في ازمه البانديميك بتاعه الكورونا، او ازمه الشت داون اللي حصل ده، الاغلاق، ان الناس تتفرج على اماكن معينه سياحيه وتعيش حاليا. بالظبط. وتعيشها في اول ما فتحوا كميه التذاكر اتباعت 190%،
من السيستم القديم. فطبعا دي تنفعني في السياحه جدا في مصر كمان، ان احنا نسوق الاثار اللي احنا بنمتلكها في مصر. فالفكره اقرا التعليمات، اتعلم انت داخل تعمل ايه، وخلي اهدافك محدده. لو انت عايز الترفيه مطلوب مفيش مشكله، ولكن برضو الترفيه بحدود بالظبط كده. ويا ريت تنسى بقى الفتره الجايه ان انت تضيع وقتك. خلي بالك العصر ده بيدور على الاشخاص اللي هم فعلا عندهم قدره على الثقافه الحقيقيه والعلم الحقيقي. لو انت شاطر هتشتغل على مستوى العالم وانت قاعد في مصر، وهتفيد بلدك وهتفيد اسرتك وهتفيد نفسك. يبقى استثمار بشري زي ما بنقول بالظبط كده، ازاي استثمر نفسي بايجابيه مش بسلبيه، بايجابيه وتقدر تسوق افكارك وتوسع مدارك الناس عن وطنك. عندي منتج مصري مثلا زي البلح، زي الطمر، زي الحاجات اليدويه دي، ابدا اسوقها عن طريق تقنيه الميتافيرس، اعمل معرض كامل فيرتشوال واعرف الناس التقنيات الحاجات الموجوده عندي في مصر، علمائنا، يعني اخلي الناس تتقابل مع بعضها ونعرفهم امكانياتنا. فكر دلوقتي، انا بقول دي فرصه، انا بشوف دايما التكنولوجيا انا بالنسبه لي دي فرصه. دايما الشخص اللي عنده افكار خارج الصندوق بيشوف اي مخاطر او مشاكل كانها فرصه حتى اقدم حلول. صح. انا بقول للشباب او بقول لاي مكان سنك، على فكره ميزتها عندك 10 سنين تشتغل، عندك 90 سنه تشتغل لو انت شاطر فعلا. والتكنولوجيا مش صعبه، التكنولوجيا بس اصرار ان انت تتعلم كورسات اونلاين، تفهم الموضوع. البنك المعرفه دايما بيقولوا في كل حته في منجم ذهب. طيب خليني اكمل مع حضرتك الكلام المهم جدا ده. هنخرج بتقرير اعزائي المشاهدين، طبعا كلام انا بستمع في هذه الحلقه بانصات وبحاول اقلل كلامي، لان الكلام اللي بيتقال كلام مهم جدا. هنرجع بعد التقرير ده نكمل. هو الايجابيه الوحيده في الميتافيرس تطوير الحدث دون، هو نسميها ممكن نقول الخيال العلمي، على اساس ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع الايه التامل في المستقبل والدخول في عالم المستقبل. هو الكارثه الكبيره ان هو اصلا ممكن يكون بيقود الشعوب ان هم يعيشوا في الوهم. هي دي المشكله، ان الشعوب تعيش في الوهم مش تعيش في الحقيقه. لكن لو في شويه تامل، شويه فكر، شويه خيال، دي كويسه، بتخلي الانسان يفكر وينضج ويفكر يعني افضل، يعني يكون الفكر نفسه مش فكر مسطح، بل بيكون الفكر ذات نفسه فيه عمق. اولا كده هو كده انا اتحرمت من الحياه الواقعيه بتاعتي ودخلت في عالم افتراضي، فبالتالي انت حرمتني من الميزه اللي ربنا اداها لي، انت كده حطيتني جوه حياه كلها افتراضيه. فبالتالي انا اولا انا بقيت عرضه لاي هاكينج، لان انا كده بقيت بالنسبه له فايل مفتوح قدامه. طبعا الميجا فيرس طبعا ما يصحش، لان العالم الفيسبوك هو يعني عباره عن حساب شخصي ليا، المفروض ما حدش بيخترقه، ان انا يعني حساب شخصي زي حساب البنك، انا ما حدش يطلع عليه غير المقربين او الاصدقاء ليا. اما بالنسبه ان انا حد يخترق الحساب بتاعي وعندي صور لاولادي اللي بيتي الحاجات دي، ما ينفعش ان حد يبص عليها، وان دوت اساسا بيؤدي الى يعني ان حد ممكن يعمل جرائم وحاجات زي كده، فؤدي الى يعني ما بالنسبه للحكومات تقدرش تتحدد مين هو هويه الشخص. هي مش فكرة خطورة، الفكرة وما فيها ان انت بتصبح حياتك انت وكل اللي حواليك في ايد شخص او مجموعة اشخاص، في ايد شخص او مجموعة اشخاص انت مش عارف هو بيخطط لك ازاي او شايفك فين. هتخش مش هتعرف تطلع، لا انت ولا اللي حواليك، هتلاقي نفسك ارتبطت بيه زيادة عن اللزوم بالشكل اللي يخليك حياتك مش قادرة، مش يعني انت مرتبط باللي حواليك، حياتك انت واللي حواليك مرتبطة بيه. أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، بنكمل مع حضراتكم هذا الموضوع الهام، موضوع الساعة، وهو تغيير اسم الفيسبوك إلى ميتا، وبعدين مصطلح ميتافيرس اللي بدأنا نسمعه. الموضوع مش موضوع تغيير اسم فقط، الموضوع ليه جوانب كثيرة جدا وهامة جدا، وتأثير على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية وعلى الأمن القومي لكل دول العالم. بكمل مع الأستاذة الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة بجامعة بنها للدراسات العليا والبحوث. برحب بيكي تاني دكتورة غادة. أهلا بيكي يا فندم، أهلا بحضرتك. قولي يا دكتورة غادة، بالإضافة للكلام المهم جدا اللي قلناه قبل التقرير، أكيد الهدف من تغيير الاسم ما كانش مجرد تغيير اسم او وجاهه او بحث عن جذب اكتر من خلال تغيير الاسم ونعمل تشويق للمستخدمين، اكيد الهدف اكبر من كده بكتير. صحيح، وانا بشكر حضرتك جدا على السؤال ده، لانه فعلا فيسبوك لما اطلقت الموضوع ان احنا غيرنا الشركه من اسم الشركه، طبعا دي فيها كذا ابلكيشن زي ما انتم عارفين اللي هي بتاعه التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك وانستجرام واتساب، قالت ان احنا هنسميها شركه ميتا. ليه بقى شركه ميتا دي؟ عشان يقول لك ان في تغير كبير بيحصل. هي كانت قبل كده مستحوذه على اربع شركات، منهم شركه اللي بتاعت النظارات، وتعاونت مع
عشان تطلع السنسورز بحيث انها تؤهل الناس كده. وحتى مارك زيكنبرج قالك ان احنا مش شركة تواصل اجتماعي، احنا شركة تقنيات حديثة هتغير العالم، هو قال كده نصا. طبعا تلاقي انت يوم 18 اكتوبر، يعني هو اعلن 28 اكتوبر، 18 اكتوبر طلب تعيين 10,000 مهندس لبناء عوالم تقنية الميتافيرس. تخيل انت 10,000 مهندس تم تعيينهم في خلال اسبوع جوه الفيسبوك عشان يكملوا بناء هذه التقنية، لان انت بتحتاج تعمل محاكاة باستخدام حاسوب عالي التقنية او كمبيوتر عالي التقنية عشان تبني هذه العوالم. هل فيسبوك لوحدها لا تعمل الكلام ده؟ لا، شركات كتيرة جدا بدأت تتعاون مع فيسبوك زي مايكروسوفت وزي انتل وشركات الالعاب دي، عشان هم كل واحد عاوز يعمل عوالم بحيث تنتقل من عالم الى اخر زي ما انت بتقلب كده على المواقع. يعني مش هتبقى شركة واحدة او كيان واحد، خلينا نستخدم كلمة بالزبط. كيان بلاش كلمة شركة، مش كيان واحد اللي هيكون عنده التطبيقات الحديثة دي، لا التقنيات الحديثة بالظبط، اكتر من من كيان هيكون عنده هذه التقنية، وهم بيحاولوا دلوقتي يرتبطوا مع بعض بحيث تنتقل كأنك عايش في مدينة، كل واحد يقدم لك الخدمات اللي انت بتشوفها. في تنافس بينهم بقى بالظبط، في تنافس وفي تعاون. الغريب بقى ان في تعاون غير عادي بين هذه الشركات رغم ان هم، وده اللي بيخوفني يا دكتور، ان لما يكون في تعاون انا بخاف، انا كمواطن في دوله زي مصر دوله محوريه، لا انا بخاف. لو في تنافس ماشي، هاخد الافضل من هنا والافضل من هنا واسيب السيء من هنا، لكن التعاون ده بيخوفني، وانت فهماني طبعا وتاثيره على الحياه السياسيه وعلى الامن القومي. ده فعلا ده حقيقه، وعلى الحياه البشريه. انت لما تقرا فعلا تلاقي الموضوع شكله غريب جدا. طبعا انا مره ثانيه انا لا اخاف، يعني انا برضو عشان الناس ما تخافش بالموضوع، التقنيه دي مفيده مره اخرى، مفيش خوف ومفيش ان احنا نعترض نقول ان احنا مش عاوزين، ومش هتقدر تمنع اولادك والجيل الجديد اللي هم بيسموه الزد جنريشن من دخولها. صعب جدا، لكن عليك التوعيه، عليك تفهمهم ايه المخاطر وايه الايجابيات، وفيها ايجابيات كويسه جدا، ولكن لو احنا كنا مثقفين. ده اللي هيخليني يا دكتور بقى اختم معاكي بسؤال مهم جدا. احنا البحث العلمي في مصر، وحضرتك بتعملي في الجامعه، اساتذه الجامعات، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ازاي نقدر نوجه طاقتنا صح ومن دلوقتي، لان الموضوع بيجري بسرعه. صحيح. وازاي نستفيد من التقنيه دي او نوعي بمخاطرها، يعني في اطار الجامعات المصريه بقى نعمل ايه؟ طيب انا هرجع بس نقطه مهمه جدا قلتها، ان خلال سنتين بالحد الاقصى حسب التوجه الدولي ان التكنولوجيا تتطبق في كل شيء في حياتنا، يعني سنتين ده مش كتير في عمر الدول. ازاي نعمل الكلام ده؟ ان تكون في خطه استراتيجيه لدراسه هذه التقنيه، وخاصه لا يوجد ابحاث في الدول العربيه تماما بتتكلم على تقنيه الميتافيرس بادواتها، لان التقنيه دي لها ادوات كتير، لها افرع في الهندسه، في الطاقه، في اتصالات، في حتى في الصحه النفسيه، في امور عديده. فتم عمل مشروع قومي، ده بيكون فكرته انه الناس تشتغل على كل قطاعات الدوله تشتغل في هذا الامر، وفي الاخر لازم نطلع منتجات، لازم يكون عندنا منتجات مصريه لهذه التقنيات حتى لا نمتلك حصان طروادة يتقلب علينا في المستقبل. الجامعات المصرية بقى يعني تستعد لهذا المجال، وتثقف أعضاء هيئة التدريس، وتثقف الطلاب، وتخليهم يواجهوا الموضوع ده في خلال الفترة الجاية. أنا أتمنى أن تكون في دورات وتوجيه من المجلس الأعلى للجامعات لكل الجامعات المصرية بالاهتمام بهذا الموضوع. هو فعلا بس أطمن حضرتك أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقى لها فترة من حوالي 6 شهور دلوقتي بتفرض على أساتذة الجامعة أخذ دورات في الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي. طبعا الثورة الصناعية الرابعة من أحد أدوات الميتافيرس، وأنت مطالب كل 5 سنين تاخد هذه الشهادة، وإذا كل 5 سنين بتبقى إكسبايرد مش صالحة، لازم تجددها عشان تضمن. دي مرتبطة بترقيات أساتذة الجامعة، أو حتى هتبقى بالمناصب الإدارية وبكل شيء، عشان يضمن أن أنت عقلك دايما مواكب العصر الجديد اللي أنت بتعيشه، مابقاش عايش في الزمن القديم وفاكر ان انت وصلت لاحلى درجات العلم. وطلابنا بقى، طلابنا احنا شغالين عليهم بالفعل، وكل فتره بنطور في المناهج. وعلى فكره مش احنا بس كاساتذه، الطلبه نفسهم بتيجي تسالنا. هل ده راجع لكفاءه كل جامعه، ولا انا اتمنى ان يكون توجيه على مستوى الجامعات المصريه كلها؟ انا اعتقد يعني ممكن تكون جامعه متميزه في هذا المجال بتهتم اكتر لطبيعه الاساتذه اللي فيها، وجامعه تانية لا مش واخده اولويه. اللي انا بتمناه على المجلس الاعلى للجامعات والسيد وزير التعليم العالي انه يطبق في كل الجامعات المصريه. انا اعتقد ان شاء الله يطبق، واحنا طلابنا كمان هم نفسهم بيجوا يسالونا على المشاريع الجديده. لسه حتى بعد ما طلع دوت 28 انا عندي طلبه جم قالوا احنا عاوزين نعمل مشروع في هذا القطاع بحيث ان احنا نكون سابقين في تقديم فكره تفيد مصر. اذا انا بنهي معاك الكلمه الختاميه لشباب مصر اللي بيشوفونا وشغوفين جدا بالسوشيال ميديا، تقول لهم ايه بعد الاعلان عن تغيير فيسبوك الى ميتا؟ هو مش تغيير نظري فقط ولا تغيير في الاسم، ده تغيير في يعني طريقه عمل التطبيق نفسه. تمام، انا بنصحهم مره ثانيه بالعلم الصحيح وليس بالشهادات. الشهادات مهمه قوي، ولكن العلم الصحيح، باخد شهاده وانا مش عارفه اتدرب واتعلم. لازم تدرب نفسك كل يوم، تتعلم التقنيات الجديده، تركز على السوشيال ميديا ان انت تتعلم او تسيف فكره او تعمل ستارت اب او بزنس ليك، ودي فرصه كويسه جدا. تقنيه الميتافيرس فيها تحديات، ومعنى فيها تحديات يعني فيها فرص، ناس تقدم حلول وتقدم شركات نوعية تبقى مصرية 100% تفيد بلدك وتفيد نفسك. وأكون حذر في التعامل، ده لازم، ده أكيد. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه المعلومات، وأكيد هيكون لنا اللقاءات تانية نتابع فيها كل تغيير كل جديد، لأن احنا واضح أن احنا كل ثانية بتحصل تغيرات
في التكنولوجيا في على مستوى العالم، واحنا مش بمنأى عن هذه التكنولوجيا. لما كان في جائحه اجتاحت العالم كله، لما هتكون في تكنولوجيا حديثه او هي موجوده بالفعل، اتوقع ان احنا هنكون متاثرين بيها سواء ايجابيا او سلبيا، فلازم نكون مستعدين. صحيح يا فندم. انا سعيد بوجودك جدا، الاستاذه الدكتوره غاده عامر وكيل كليه الهندسه جامعه بنها للدراسات العليا والبحوث، والمحاضر باكاديميه ناصر العسكريه العليا اللي احنا كلنا بنعتز بيها ويعني درسنا تحت لواءها. انا بشكرك شكرا جزيلا. تكنولوجيا مرعبه، يعني زي ما قلت في ختام حديثي دلوقتي ان احنا كل ثانيه في اختراع جديد، في تكنولوجيا حديثه، والهدف الرئيسي منها هو الانسان، الانسانيه هي المستهدفه. الدكتوره غاده ضيفتي الكريمه كانت بتقول فيها ايجابيات كثيره جدا، وانا معاها فيها ايجابيات، ولكن انا بخاف من السلبيات لان السلبيات ايضا كثيره جدا، ويجب ان نتسلح بالعلم وان احنا نحمي شبابنا. وانا بتمنى على السيد وزير التربيه والتعليم والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي واكاديميه البحث العلمي انها تشتغل على هذا الموضوع، يكون في توجيه في مدارسنا وفي جامعاتنا نعمل ايه في الفتره اللي جايه. وفي النهاية لازم أختم وأقول عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. وما تخافوش أبدا على مصر، لأن مصر فيها رجالة وستات على قدر المسؤولية. تحياتي.